بدأت الحشود المرور أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية المسجى في قصر ويستمنستر حتى موعد الجنازة الوطنية الاثنين المقبل، بعد مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام وتقدمها أبناؤها. ويتوقع مسؤولون توافد ما يصل إلى 750 ألفا من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة في قاعة ويستمنستر، ومن المرجح أن تكون المراسم الكاملة للجنازة من أكبر المراسم التي شهدتها البلاد على الإطلاق، وستشكل تحديا أمنيا كبيرا لحضور أفراد العائلات الملكية ورؤساء وزعماء آخرين من أنحاء العالم، مع غياب شخصيات وزعماء من دول بعينها مثل روسيا وأفغانستان وسوريا. It was pleasant because there was lots of other people joining the queue and there were other people in the queue that I could talk to and make friends with because I was on my own. It's quite an experience really. Started about 1:38 actually, sort of just by London Bridge. Yeah, it's a bit chilly.